احنا فقدنا 25 فرد من عائلتنا. يعني انا ما كنت بيتهيأ لي ليوما ما انه انا بدي انزل على قبر واحفر واردم واطمر هالعدد الهائل من الجسد. الزلزال مباشرة، مجرد نزولنا بالبيت وإنقاذ حياتنا كان بالنسبة لنا معجزة ربانية، لأنه معظم الغرف بالبيت انهارت. بقي عمود في قطر دائرة بحيطها حوالي المتر ونص، فاتشت يعني تمسكنا بالعمود ونزل الطابق الخامس صار هو الطابق الثالث. فكان الفتح الباب على هول الصدمة، الباب حديد انفتح، فنحن غادرنا الباب، كان في بسطة واحدة قلب الدرج والردم عليه 3 أمتار. فنزلنا عن طريق الردم وصرنا بالشارع تماما بتياب النوم. هلا نزلنا كان المنظر مفجع حقيقة، يعني الأبنية كلها مهدمة، الناس عم تستغيث بالشوارع، برد، مطر، في حالة ما كانت تخطر على بال أي إنسان. كنا عم نعيشها وسط حالة، نحن عم نعيشها بحالة من الذهول. وأنا ككل عائلتي هي نازحة من الساحل السوري من اللاذقية، فكان عايشين ضمن قطر دائرة حوالي 300 متر. فأول شيء خطر على بالي اتفقد أفراد عائلتي، كان في أخوي، عمتي، عمي، بيت أختها لمرتي، بيت أخوها، بيت ابن عمي، فصرت اتفقد فيهم. خلال طبعا الردم كان يعيق الحركة في الشوارع، فكنا نضطر نطلع مترين فوق الرمل، وكان في قسم كبير مننا كان ابني حفيان تماما. أنا شفت خفافة بالشارع البستها بإجري. فحاولنا نتفقد معظم أفراد العائلة، كان هول الكارثة كبير كتير كتير، لأنه الصراحة كان كل شيء، البنايات مهدمة بالكامل ركام. فكان خلق عندي القناعة الكاملة أنه يعني إنقاذ حدا كان من سابع المستحيلات إلا بقدرة إلهية.